افتتح رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية بحضور عدد من القيادات والأعضاء بالمجلس. الفرع الجديد الذي يعد الثاني في المحافظة يأتي طبقا لخطة الدولة لتقريب جهات التقاضي والتيسير على المتقاضين. بحضور المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة تم افتتاح فرع جديد لمجلس الدولة بمحافظة المنوفية، وذلك بحضور لفيف من قيادات مجلس الدولة ورجال القضاء، والذي يتكون من 6 أدوار على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع. على بركة الله نفتتح هذا المبنى القضائي على أرض محافظة المنوفية التي تتبعه احتفالات إن شاء الله بافتتاح عدة فروع بمحافظات أخرى خلال الأيام القادمة، والذي يأتي تجسيدا وتأكيدا لما توليه أجهزة الدولة ومؤسساتها من أهمية قصوى في هذا الشأن، حتى يأمن الجميع في وطن تسوده أحكام الدستور والقانون. زيادة عدد القضايا وزيادة المترددين، فكان لابد من وجود مبنى يسع هذا الكم الكبير من الدعاوى ومن المتقاضين والسادة المحامين، فكان هذا المبنى اللي على حوالي 1800 متر 5 أدوار، الهدف منه تقريب جهات التقاضي من للمواطنين، وبما ينعكس من أثر إيجابي على سرعة الفصل في الدعاوى المقامة، وده لصالح المواطن والوطن. الفرع يضم محاكم مجلس الدولة المختلفة للقضاء الإداري والمحاكم التأديبية وغيرها من المحاكم، والذي يأتي تخفيفا عن كاهل المتقاضين ولتقريب جهات التقاضي للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة. هذا المقر هو تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتقريب دور العدالة الإدارية للسادة المواطنين، وإحنا يعني بنحب نهنئ السادة مواطني محافظة المنوفية بهذا المقر العظيم اللي يعني يعتبر نقلة نوعية في دور العدالة الإدارية. طبعا احنا كمحامين اسعد الناس بهذا الامر، لان احنا عانينا كتير. مجلس الدولة كنا بنحضر في طنطا في البداية، ثم نقل الى اماكن متفرقة في المنوفية، الى ان تم انشاء هذا الصرح اللي بيعتبر اضافة قوية وجديدة طبعا في ظل الاحداث اللي بتشهدها مصر والتطور الرقمي والتقني، في ظل الجمهورية الجديدة، وفي ظل تحقيق العدالة الناجزة التي يطالب بها السيد رئيس الجمهورية. شرف كبير قوي افتتاح هذا الفرع في المحافظة لتحقيق العدالة الناجزة، وعشان أمر يبقى بيأكد وبيرسخ مفهوم العدالة في الجمهورية الجديدة اللي بينادي فيها فخامة الرئيس. مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، إلى جانب مراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.